لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة، ميليشيا الحشد الشعبي تطوق مناطق غربية الموصل بحجة تعاقب عناصر تابعة لتنظيم الدولة. في العرب اللندنية، بغداد تلوح للميليشيات بالحماية الجوية لتهدئة غضبها من الضربات الإسرائيلية. في صحيفة البصائر، هيئة علماء المسلمين تنظم ندوة عن حقائق جرائم التغييب القسري ووقائعها. في موقع كتابات، زيارة عاجلة من الفياض إلى إيران لتدارك تصريحات المهندس بشأن الأمريكان. في صحيفة شرق الأوسط، فتوى من قم بمقاومة الوجود الأمريكي في العراق. في صحيفة العربي الجديد، طالبان تنفي التوصل لاتفاق مع واشنطن بشأن حكومة مؤقتة في أفغانستان. وفي القدس العربي، اليمين الإسرائيلي يطالب بتفكيك السلطة وضم الضفة بعد مقتل مجندة. السلام عليكم. تعود قضية جرف الصخر للواجهة من جديد بعد أن لفها الغموض طيلة 5 سنوات إثر سيطرة ميليشيا الحشد الشعبي عليها، وذلك من خلال عشرات الجثث التي ظهرت مؤخرا والتي تم التعامل معها بلا خجل على أنها مجهولة الهوية، في حين كل الحقائق تؤكد أن هذه الجثث هي المختطفين جلهم من المناطق المحررة، حتى أن من بين الجثث تعود لأطفال مقطعة أوصالهم، إلى جانب جثث نساء قامت الميليشيات التي تحتل المدينة بقتلهم. عن جرائم جرف الصخر كتب عامر السمرائي في موقع كتابات: هذا الموقف الحكومي السلبي تجاه هذه القضية يتماهى مع المعلومات الصحفية التي ظهرت بعيد العثور على الجثث، والتي أفادت بأن جرف الصخر هي الخزان الرئيس أو الصندوق الأسود لفصائل مرتبطة بإيران تنضوي تحت ميليشيات الحشد، من حيث الجرائم وتجارة المخدرات وتجارة الأعضاء البشرية ومعامل تصنيع الأسلحة ومخازن أسلحة متطورة شبيهة بتلك التي تعرضت لقصف مجهول في ضاحية الدورة قبل أيام، وتسببت بأضرار كبيرة على سكان المنطقة. المعلومات كشفت أيضاً أن جرف الصخر قاعدة إيرانية بامتياز، حيث تتواجد فيها طائرات مسيرة معدة للعدوان على دول عربية بعينها في حال نشوب حرب على إيران. وتبدو هذه المعلومات أقرب للواقع لعدة أسباب، أولها قيام مجلس محافظة بابل بسن قانون يجرم كل من يطالب بعودة نازحي جرف الصخر إليها، وثانياً قيام الفصائل التي تحتل المدينة بغلقها تماماً أمام الجهات الأمنية والبرلمانية والإنسانية والحكومية، حيث أسندت مهمة الإمساك بها إلى كتائب حزب الله منذ استعادتها من تنظيم داعش عام 2014. أمام بشاعة هذه الجرائم، يخرج رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في مؤتمر صحفي يصف هذه الجرائم بأنها لا تحمل بصمة طائفية، موقف أقل ما يقال عنه إنه بمثابة تبرئة للمجرمين القتلة إن لم يكن حظاً على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم. في ظل استمرار تجاهل الحكومة العراقية أمام هذه الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحشد وعجزها عن القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية، إلى جانب ضعف الأداء السياسي والشعبي تجاه هذه الجرائم على أهالي الضحايا والمغيبين والمختطفين، اللجوء أولاً إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحظهم على التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم والتطهير المذهبي. فعاليات متنوعة ممولة بملايين مجهولة لا حدود لها تستهدف الدولة العراقية والإنسان والنبات والحيوان والحضارة والبنيان، وتدعم كل ما يقود لهزال البلاد ومحوها. العراق ومنذ شهر تقريبا تتناوب في سمائه طائرات مسيرة مجهولة الهوية، نفذت ضربات دقيقة لأهداف محددة في شمال البلاد وشرقها وغربها، الأهداف مقرات الحشد الشعبي المدعوم من إيران،
عن قصف مقرات الحشد كتب جاسم الشمري في موقع عربي 21. مواقع الحشد الشعبية المستهدفة صارت أثراً بعد عين، ورغم قساوة الضربات ونشرها للرعب بين صفوف المواطنين وقتلها للعشرات من العسكريين، إلا أن حكومة بغداد لم تعلق على الحوادث إلا بعد الهجوم الرابع. وهذا الموقف يثير الكثير من علامات الاستغراب والتعجب لعدم قيام الحكومة بواجباتها الدستورية من قضية اختراق الأجواء العراقية، وبالنتيجة نحن أمام موقف رسمي غير واضح. الهجمات المجهولة المتوالية دفعت نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس للرد ببيان شديد اللهجة، متهماً واشنطن بإدخال 4 طائرات إسرائيلية مسيرة إلى البلاد لاستهداف مستودعات الأسلحة التابعة للحشد الشعبي، ومحذراً من هجمات قد تطال قادة الحشد. المفاجأة السياسية والميدانية تمثلت ببيان متناقض صدر بعد ساعات من بيان المهندس، وحمل البيان الجديد توقيع فالح الفياض رئيس هيئة الحشد، وأكد فيه أن تصريحات المهندس لا تمثل الحشد وإنما تمثل رأيه الشخصي. الهجمات المجهولة تزامنت مع ضجة اجتماعية بعد إعلان الحكومة المحلية في الحلة جنوبي بغداد عن دفن 31 جثة مجهولة الهوية، وهي الدفعة الثالثة من الجثث التي دفنت خلال الشهر الماضي من قرابة 250 جثة مجهولة. العراق سائر نحو مستقبل مجهول وتوقع القديم الجديد، أي توقع الكاتب أن حربا ميليشياوية شيعية قادمة في العراق لا محالة، وحينها سيحترق الأخضر واليابس وستدخل البلاد في نفق مجهول جديد، وسيدور العراق في أفلاك مجهولة تفقد الناس الطمأنينة والأمل بالغد والحياة والوطن. يتضح من خلال متابعة مجريات الأحداث المتلاطمة بين جدلية قرارات حكومة عبد المهدي وانتمائية بيانات أبو مهدي المهندس أن الأمر يقع في مرتبة تبادل الأدوار بحسب ما يسمح به المشهد السياسي، فمرة تتقدم الحكومة وأخرى يظهر أبو مهدي على أنه حامي حماها والمكلف بإدارتها دون الالتفات إلى حقيقة الأوضاع الميدانية التي يعيشها الشعب العراقي والمخاطر الجسيمة التي تلاحقه. عن سطوة الحشد الشعبي على الحكومة كتب أياد العناز في صحيفة البصائر العراقية. كشفت الأحداث الأخيرة عن العديد من الخلافات والمناكفات بين قيادات هذه الميليشيات والصراعات السياسية التي أصبحت السمة الأساسية في تعاملها مع الأحداث الجارية واختلاف الرؤى في كيفية معالجتها أو التصدي لها، وعبرت عن العديد من صور الاحتدام المباشر داخل قادة وزعماء هذه الفصائل حيال الضربات الجوية التي طالت معسكرات ومقرات الميليشيات المسلحة المرتبطة بأجهزة النظام الإيراني الأمنية والاستخباراتية والمدعومة من فيلق القدس في إيران. أمام جميع هذه الأحداث والتطورات العسكرية والأمنية والسياسية المتسارعة، كانت الصورة الواضحة هي الصمت الحكومي وعدم وجود أي ردود أفعال حقيقية أو إصدار بيانات رسمية وأحاديث من قبل رئيس حكومة بغداد، وكأن الأمر يخص فقط ميليشيات الحشد الشعبي ومقراتها، وأنه ليس القائد العام والمسؤول عن جميع الخروقات الأمنية التي تطال البلاد، وترك الأمر يدار من قبل قيادات هذه الميليشيات بتصريحات وبيانات تصدر هنا وهناك، واتخذ موقف المتفرج على الأحداث، ما يؤكد حقيقة عدم قدرة هذه الحكومة على التدخل في الشؤون الخاصة والداخلية التي تتعلق بطبيعة عمل وتواجد الميليشيات. يختم الكاتب بالقول: هذه هي المواقف الأخيرة لحكومة بغداد وللرئاسات الثلاث التي تشكل وتؤشر حقيقة الوضع العام في العراق، وأنها رهينة للصراعات الإقليمية والدولية وليس لديها القدرة على التحكم بقرار سياسي وطني مستقل، وإنما هي أدوات تبحث عن مصالحها ومنافعها وغاياتها في استمرار تحالفاتها مع كل من واشنطن وطهران، والحفاظ على مواقعها بعيداً عن أهداف وتطلعات وأماني الشعب العراقي المكافح.
بعد سنوات على وفاة الشيخ حارث الضاري رحمه الله، تحاول هيئة علماء المسلمين في العراق مواصلة الاطلاع بدور قيادي اجتماعي وسياسي بين سنة العراق، ولملمت بعض الخلافات بين أعضائها. ويبدو أن مؤتمرها الأخير في اسطنبول التركية قبل أسابيع قليلة نجح إلى درجة ما بذلك، وهو المؤتمر الذي اختار فيه الشيخ مثنى الضاري التنازل عن موقعه كأمين عام للهيئة، مكتفيا بالإشراف على الملف السياسي فيها. عن مؤتمرات هيئة علماء المسلمين وقياداتها كتب وائل عصام مقالا في صحيفة القدس العربي. ويبدو أن طرح مثنى الضاري حول مؤتمر القاهرة بعد سنوات على انقضائه يهدف إلى الدفاع عن مواقف الهيئة حول القضية التي تصر عليها دوماً، وهي المشاركة في العملية السياسية وعدم الاعتراف بشرعيتها. وطرحه قد يهدف أيضاً لإظهار المرونة وفتح الباب مجدداً أمام مفاوضات وتفاهمات سياسية مع السلطات العراقية وفق الشروط الستة التي ما زالت صالحة للتطبيق ومفاعيلها حاضرة حتى اليوم. كما أنه أراد ربما التذكير بأن قيادة والده لم تكن متعنتة بالكامل أمام أي حلول وعمليات سياسية ضمن شروط كما ذكر، خصوصاً خلال مرحلة عام 2005 عندما اتهمت الهيئة بأنها أصدرت فتوى بتحريم المشاركة بالانتخابات، والتي انتشرت بشكل كبير بدون أن يكون لها أي أساس من الصحة. إعادة مثنى الضاري فتح هذا الملف قد تنطوي على مؤشرات رغبته بإعادة الزخم لمشروع قديم جديد لطالما سعت إليه الهيئة، وهو تشكيل كيانات سياسية معارضة تحاول سحب الشرعية من السلطة القائمة في العراق في أحياء ربما لصيغة جديدة من حكومة المنفى، إذ سعت الهيئة في الأشهر السابقة للإعلان في إسطنبول عن ميثاق عراقي وطني. ويضيف الكاتب بغض النظر عن إمكانية تطبيق طروحات هيئة علماء المسلمين المتضمنة الحل الشامل، فإن الكثير من التساؤلات تبقى قائمة حول مدى نجاعة الحلول التي تطرح لمعالجة الأزمة العراقية، خاصة أن المشكلة تبدو في بنية الدولة العراقية عموماً وليس في شكل النظام السياسي. من يخرج الجزائر من المرحلة الانتقالية؟ لا يوجد إلى الآن ما يشير إلى اختراق ذي طابع دراماتيكي في المستقبل القريب. مثل هذا الجمود يؤثر في المدى الطويل على استقرار الوضع الداخلي، وفق رأي الكاتب خير الله خير الله في صحيفة العرب اللندنية. ما يحمل على تفاؤل هو محافظة الجزائريين على هدوئهم وانضباطهم على الرغم من غياب خارطة طريق تؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير طبيعة النظام القائم على تحكم المؤسسة العسكرية بمفاصل السلطة. ما يمكن أن يثير بعض التفاؤل أيضاً هو ظهور ضباط جدد وضعوا أنفسهم خلف الستار. هؤلاء ضباط أقل جشعاً إلى السلطة والثروة من معظم الضباط السابقين الذين كانوا يشكلون امتداداً لعهد هواري بومدين الذي بدأ في العام 1965. هذا العهد الذي لم ينتهي بعد، والذي حاول عبد العزيز بوتفليقة استنساخه عبر ارتداء عباءة من كان يشرف على رعايته مذ كان وزيراً شاباً للخارجية. في النهاية، إن الانتهاء من عهد بومدين ونظامه القمعي هو هدف الذين ينزلون إلى الشارع كل يوم جمعة منذ 26 أسبوعاً. حقق الحراك الشعبي في الجزائر الكثير حتى الآن. كان الحراك بدعم خفي من الجيش طبعاً، وراء إفشال محاولة إعادة انتخاب المقعد عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وذلك كي يبقى أفراد الحلقة الضيقة محيطة به في السلطة يمارسون بين ما يمارسونه صلاحيات رئيس الجمهورية. منذ إجبار بوتفليقة على الاستقالة تعاني الجزائر من مأزق سياسي واجتماعي واقتصادي هو في الواقع مأزق نظام لا يستطيع تجديد نفسه. مأزق الجزائر هو مأزق الحراك الشعبي والمؤسسة العسكرية في آن من إيجابيات المرحلة أن الشارع لم يفلت من السيطرة بعد، وذلك على الرغم من أن الشعارات التي بدأ يطلقها الحراك تبدلت وصارت أكثر جذرية، فلم يحلم عدد لا بأس به من الضباط بانتخاب رئيس جديد يؤمن استمرار النظام القديم مع بعض التغييرات الشكلية.
إلى أين ستتجه أسعار النفط في الربع الأخير من هذا العام؟ وما النظرة لما هو قادم في مطلع 2020؟ لا أحد يستطيع فهم السوق بسهولة هذه الأيام، لأن هناك كثيراً من الأجزاء المتحركة حالياً وكل جزء في منأى عن الآخر. مقال اقتصادي للكاتب وائل مهدي في صحيفة الشرق الأوسط. البداية دائماً مع الحرب التجارية الأمريكية الصينية والتي تستعر يوماً وتخف يوماً. وبالأمس استعرت مرة أخرى بعد إعلان الصين عن فرض تعريفة جمركية إضافية على السلع الأمريكية بقيمة 75 مليار دولار، وستؤثر هذه التعريفة على صادرات أمريكا من السيارات والنفط وحبوب الصويا. ومن المنتظر أن يكون هناك رد أمريكي من قبل الرئيس دونالد ترامب على هذا. هذه الحرب تثير مخاوف السوق بشكل كبير، حيث يتوقع الجميع أن يقل الطلب الصيني على النفط بسببها بنحو مليون برميل يومياً. وننتقل الآن إلى جزء متحرك آخر وهو روسيا والدور الذي تلعبه في السوق. إن روسيا جزء مهم من تحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك والمنتجين المستقلين خارجها، وتساهم بحصة كبيرة في التخفيضات المعلنة من قبل التحالف في أوبيك. ويظل وضع الاقتصاد العالمي غير واضح مع الحروب التجارية، ولهذا فإن الناتج الإجمالي المحلي العالمي جزء متحرك آخر. ويبدو أن الوضع الاقتصادي العالمي صعب منذ الآن في دول كثيرة مثل بريطانيا وألمانيا التي تعاني من كماش اقتصاد البلاد لأول مرة منذ عام 2012 في الربع الثاني من العام، كرد فعل عكسي لزيادة تراكم المخزونات في فترة ما قبل بريكسيت مطلع 2019. يقول الكاتب: وسط هذه الأجزاء المتحركة في الاقتصاد العالمي، فإن أسعار النفط قد تظل بين 60 إلى 65 دولاراً حتى نهاية العام، وفي انتظار ماذا سيحدث العام المقبل. أكد مسؤولون في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية أن شخصاً بالغاً في ولاية إلينوي الأمريكية توفي من جراء استخدامه السيجارة الإلكترونية، مسجلاً أول وفاة ترتبط مباشرة بتدخين أجهزة التبخير. وقال مسؤولو المؤسسة الصحية الحكومية إن ولاية إلينوي أبلغت عن تلك الوفاة يوم الخميس الماضي دون ذكر التفاصيل أخرى. وقالت ميلاني أرنولد المتحدثة باسم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الوفاة كانت الأولى في الولاية التي يمكن أن ترتبط بالسيجارة الإلكترونية. رغم إفادة خبراء التحف الفنية الذين استضافهم برنامج فيك أور فورينتيون الذي تعده هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بأن المنحوتة الفنية زائفة لا قيمة لها، فقد بيع التمثال الذي يحمل اسم الرأس المبحلق بمبلغ نصف مليون جنيه استرليني. ووجد الخبراء صعوبة في المصادقة على التمثال، وأعلنت مقدمة الحلقة فيونا بروس والخبير الفني فيليب مول في الحلقة التي بثت في فبراير شباط من عام 2017 أن التمثال لا قيمة له بعد أن فشل الخبراء في الوصول إلى نتيجة حول أصوله، لكن ثبت لاحقاً أنه عمل حقيقي للنحات السويسري الشهير ألبرتو جياكوميتي. يعتقد أن منتجات جياكوميتي المعروضة في سوق الفن مزيفة نظراً لأنها لا تحمل توقيع صاحبها، وكان من ضمنها هذا التمثال. ولكن بعد وقت قصير من بث البرنامج جرت فحوصات للتمثال ليظهر توقيع النحات الشهير جيميتي وبيع التمثال من خلال دار مزاداتي كريستيز الشهيرة بمبلغ 500 ألف جنيه استرليني. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
إلى اللقاء.